المديرية العامة للأمن الوطني تكشف المستور في قضية شرطي المسيلة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا. فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد. إذن ردت المديرية العامة للأمن الوطني على مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص شرطي ادعى أنه تعرض للظلم من بعد صدور قرار بإخلاء المسكن الوظيفي الذي يقيم فيه رفقة عائلته والذي منح لوالده المتوفى. وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بيانا أوضحت من خلاله أن مصالح المفتشية الجهوية لشرطة الوسط بالبليطة صاحبة الاختصاص باشرت تحقيقا إداري حول تصريحات الشرطي صاحب هذا الفيديو. ومن خلال التحقيق المنجز يضيف البيان اتضح أن المعني بالأمر عون شرطة تابع لأمن دائرة سيدي عيسى أمن ولاية المسيلة، قد استفاد في شهر ديسمبر 2022 من عقار بمنطقة عمرانية بوسط مدينة سيدي عيسى، بالإضافة إلى دعم مالي، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتكفل بمستخدمي الأمن الوطني بالتنسيق مع السلطات المحلية. كما أشارت إلى أن المعني يعد وريثا لسكن عائلي لائق يتواجد بوسط المدينة، وهو المأوى الذي انتقل إليه رفقة عائلته بعد عملية الإخلاء التي باشرتها المصالح المعنية يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، وهذا على الساعة 11 صباحا. وتحفظت المديرية العامة للأمن الوطني على نشر الممتلكات الخاصة بالعائلة حفاظا على الحياة الخاصة بها، مؤكدة أنها ستباشر الإجراءات اللازمة للحد من هذه التصرفات المعزولة واللامسؤولة.